بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج المسابقات حروف. أيها السادة، يستمر معنا هذا اليوم الفريقان الأحمر متعب وسليمان، والأخضر فهد وإبراهيم، وكان الفريق الأخضر أمس قد أوشك على أن يكمل خط ويفوز بالجولة الأولى، وكان قد اختار الرقم 3، واليوم ننطلق من الرقم 3. السؤال في المعلومات العامة وفي حرف الغين: سفينة تسير تحت الماء وتهاجم الأعداء. أيوة يا فهد. غواصة. غواصة، وأحسنت وتكمل خطك. وهكذا تكون النتيجة 1 للفريق الأخضر فهد وإبراهيم، لا شيء للفريق الأحمر متعب وسليمان. وننطلق الآن مع جولة جديدة ومن الرقم 4 وحرف الثاء: مدة الحمل والفصال. أيوة. 30 يوما. 30 شهرا. 30 شهرا، وأحسنت. مدة الحمل والفصال كما وردت في الآية 15 من سورة الأحقاف. اختيارك إبراهيم. 9. رقم 9 في الجغرافيا وفي حرف الزاي: أكبر دولة في أفريقيا الوسطى كانت تابعة لبلجيكا، حصلت على استقلالها. أيوة إبراهيم. زائر. زائر، وأحسنت. أيضا اختيارك إبراهيم وفهد. حرف الحاء. وهذا في مجال الذكاء: من هو ذلك الشخص الذي تنحني له كل الرؤوس؟ أيوة. مثل الحلاق. الحلاق، وأحسن. اختيار متعب سليمان. حرف الميم. وهذا سؤال في مجال الرياضة: الرياضة الأكثر شعبية في إسبانيا والبلاد. أيوة إبراهيم. مصارعة الثيران، وأحسن. اختيار إبراهيم وفهد. حرف الراء في اللغة والأدب: الاسم الذي يطلق على السحاب المتوسط. أيوة. ركام. لا، الآن الفرصة للأحمر ويستوعبون السؤال جيدا. الاسم الذي يطلق على السحاب المتوسط الذي يبدو كالخمار والغلالة ويظهر من خلاله الشمس ويطل القمر منه بومضات غير جلية. حرف الراء. انتهى الوقت. هو رباب. وما زلنا في حرف الراء وهذا السؤال: الاسم الذي أطلق على عام المجاعة الذي مر على. أيوة يا متعب. عام الرمادة، وأحسن. متعب وسليمان. رقم سبعة. وهذا السؤال في مجال الاقتصاد: حرف الواو: مشتريات الدولة من الخارج. أيوة. واردات، وأحسنت يا متعب. رقم خمسة. تدفق المياه المستمر أو المتقطع من الأرض بصورة طبيعية. أيوة. ينابيع وينبوع، وأحسنت. إبراهيم وفهد، اختياركم. أيوة إبراهيم. أيوة فهد. وين النون؟ نعم. لا، ما تنفع. التاء. وهذا سؤال في المعلومات العامة: اسم نهر كندي ومدينة عند خليج هاتسون وشاعر وهجاء إنجليزي عاش في القرن 18، ثم أخيرا اسم لسياسي بريطاني محافظ. أيوة. تشرشل. نهر تشرشل، أحسنت. رقم ثلاثة في اللغة والأدب: صفة الحرف والزاي: صفة للريح شديدة الهبوب. أيوة. زئير.
لا الأحمر زوبعة وليست زوبعة، وهو اسم قاموسي الحقيقة أنه هو صعب شوي، اسمه زفزف. زفزف. وما زلنا في رقم ثلاثة. رقم ثلاثة هذه المرة في اللغة والأدب وحرف الغين، ما يطلق على السلحفات البحرية في القصص العربية القديمة. اسم للسلحفات تبدأ بحرف الغين. انتهى الوقت. غيلم. غيلم. وما زلنا عند رقم ثلاثة. الآن سؤال في الرياضة وحرف الثاء. يستعمل الرياضيون وحدات متدرجة للقياس، ومن أغرب هذه الوحدات هي المستعملة في الملاكمة. فهناك وزن الريشة ووزن الذبابة والوزن الخفيف والمتوسط ووزن الخفيف الثقيل والوزن الثقيل. الثقيل. وأحسنت يا متعب. اختيار متعب سليمان. حرف النون. حرف النون. في مجال الجغرافيا هذه المرة، هي منطقة صحراوية مثلثية الشكل في جنوب فلسطين المحتلة. أيوة. النقب. النقب. وأحسنت يا إبراهيم. اختيار إبراهيم وفهد. حرف الشين. حرف الشين. حرف الشين في المعلومات العامة، هيئة الشيء وصورته. أيوة. شكله. شكله. وأحسنت يا متعب. اختيارك يا متعب سليمان. حرف الصاد. حرف الصاد. حرف الصاد في المعلومات العامة، كلمة لها عدة معان، فهي مثلا من أواني الطعام وساحة. أيوة. صحن. صحن. وأحسنت يا إبراهيم. اختيارك يا إبراهيم. عندك أحد أمرين، يا قاف يا اثنين. عطنا اثنين. اثنين. رقم اثنين وهو التالي في الجغرافيا، ما عاصمة الحرف والكاف، ما عاصمة أوغندا؟ أيوة. كمبالا. كمبالا. وأحسنت يا متعب. اختيارك متعب سليمان. رقم ثمانية. رقم ثمانية. رقم ثمانية وهو التالي، إذا أجبت عليه تكمل خطك. الأحمر. حرف الكاف نوع من الشمام أو البطيخ الأصفر. أيوة. إبراهيم. انتهى وقت الأخضر. الآن استوعب السؤال. نوع من الشمام أو البطيخ الأصفر أو قشر خشن مضلع ولب برتقالي عطر، وزرع أول مرة في حديقة فيلا شهيرة تسمى كانتالوبو في مكان قرب مدينة روما. من هذا الاسم غير العربي استمد اسمه الذي يعرف به الآن، فما هو؟ كانتالوب. كانتالوب. وأحسنت يا متعب وتكمل خطك. وهكذا تصبح النتيجة واحد الفريق الأخضر فهد إبراهيم، واحد الفريق الأحمر متعب وسليمان. ونبدأ الآن جولة جديدة مع حرف الفاء. حرف الفاء في مجال الاجتماع، مذهب قوامه النزعة التي يتبع فيها الفرد وأهواءه. أيوة. فلسفة. لا الأحمر الآن. مذهب قوامه النزعة التي يتبع فيها الفرد أهواءه. انتهى الوقت. هي الفردية. هي الفردية. وما زلنا في حرف الفاء وفي المعلومات العامة هذه المرة. كانت دمشق تسمى جلق. أيوة. الفيحاء. الفيحاء اسمها أيضا. نكمل المعلومة. كانت دمشق تسمى جلق نسبة إلى بلدة بالقرب منها كانت عاصمة الغساسنة. فما اللقب الذي تعرف به حاليا؟ قلتها هي الفيحاء. واختيارك يا متعب سليمان. رقم تسعة. رقم تسعة. رقم تسعة في اللغة والأدب، حرف الزاي، اسم يطلق على ناظم الشعر الشعبي. أيوة فهد. انتهى وقت الأخضر. اسم يطلق على ناظم الشعر الشعبي. أيوة. زجال. زجال. وأحسنت يا متعب. اختيارك. رقم ثلاثة. رقم ثلاثة. رقم ثلاثة. وهذا السؤال في المعلومات العامة، حرف الزاي، قبيلة بالمملكة العربية السعودية تسكن عسير. أيوة. زهران. زهران. وأحسنت يا سليمان.
اختياركم. رقم اثنين. رقم اثنين، هذا السؤال في اللغة والأدب وحرف الواو. صحيفة يومية واسعة الانتشار تصدر في دولة الكويت الشقيقة. أيوة. الوطن. الوطن، أحسنت. اختيارك متعب سليمان. رقم واحد. رقم واحد. رقم واحد إذا أجبت عليه تكمل خطك وتفوز بالجولة. نعم إبراهيم. أبدا. ما في شيء. صح. طيب. أجل أنا أتابع وكأن شيئا لم يكن. هذا في الرياضيات وفي حرف الثاء. هي عشر سدس الدقيقة في الزمن. نعم. ثلث. ثلث. انتهى وقت الأخضر. هي عشر سدس الدقيقة في الزمن. الثانية. أيوة. ثانية، وأحسنت يا متى. وهكذا يا سادة تصبح النتيجة 2 للفريق الأحمر متعب وسليمان و1 للفريق الأخضر فهد وإبراهيم. وننطلق الآن مع جولة جديدة وحرف النون. حرف النون، سؤال في الجغرافيا. تعد ثاني موانئ إيطاليا، تقع في أيوة متعب. نابولي. نابولي، وأحسنت. يلا شدوا حيلكم الأخضر، ترى لو أخذوا الجولة هذه يفوزون بالمباراة، أما لو أخذتوها أنتوا تتعادلون وتصير عندنا جولة فاصلة. متعب سليمان. رقم ستة. رقم ستة. رقم ستة في اللغة والأدب، حرف الثاء. هو بائع الثياب. أيوة. ثواب. ثواب، وأحسنت يا متعب. اختيارك متعب سليمان. حرف الحاء. حرف الحاء. الحاء. حرف الحاء. وهذا السؤال، لقب أطلقه القرآن الكريم على أم جميل بنت حرب أخت أبي سفيان. أيوة. حمالة الحطب. حمالة الحطب، وأحسنت. للمرة الثانية أقول لكم فهد إبراهيم شدوا حيلكم، ترى هذول ناويينكم، ترى وما في كلام. يلا متعب. حرف الباء. حرف الباء. حرف الباء. والسؤال في التاريخ، ميناء نيلي قديم بالقاهرة ومن أهم الأحياء الشعبية بها. إيش؟ أيوة إبراهيم. باب. باب إيش؟ باب. انتهى وقت إبراهيم والآن دور الأحمر. ميناء النيلي. أيوة سليمان. باب اللوق. وليس باب اللوق، هو اللي أفسد عليك، هي بولاق. هي بولاق، والمعلومة تقول ميناء نيلي قديم بالقاهرة ومن أهم الأحياء الشعبية بها، اشتهر بمطابعها التي جاء بها نابليون بنى حملته على مصر في عام 1798، والحي اسمه بولاق. ما زلنا في حرف الباء، والسؤال هو التالي، وفي مجال الذكاء، وعاء ملآن بسائلين مختلفي الألوان، هما لا يختلطان حتى بالغليان، فما هو أو هي؟ حرف الباء. انتهى الوقت للجميع. هي البيضة. البيضة فيها سائلين، الأبيض والمح اللي هو الأصفر، هذول ما يختلطوا حتى في درجة الغليان. وما زلنا في حرف الباء، وهذه المرة في مجال علم الاجتماع. العوامل الخارجية التي تؤثر على الفرد والمجتمع كالعوامل الجغرافية والصناعية والمناخية والثقافية، ماذا نسميها؟ بيئية. بيئة أو بيئية، وأحسنت. اختيار متعب سليمان. رقم تسعة. رقم تسعة. رقم تسعة لو أجبت عليها تغطى الخط، تكمل الخط وتفوز بالمباراة. وانتبهوا يا إبراهيم وفهد، يعني مهمتكم الرئيسية الآن تقطعوا عليهم الخط. هذا السؤال في المعلومات العامة وفي حرف الياء. الياء. منظمة التربية والعلوم والثقافة. أيوة. اليونسكو. اليونسكو، وأكملت خطك. وهكذا تصبح النتيجة 3-1، 3 الفريق الأحمر متعب وسليمان و1 الفريق الأخضر فهد وإبراهيم. ونقول لفهد وإبراهيم إن شاء الله نشوفهم قريبا وفي مباريات أخرى في المستقبل القريب، وأنتم أكثر توفيقا من الآن. شكرا لكم، وحصلتوا 140 نقطة.
شكرا لكم وإلى اللقاء. أما الآن فنأتي إلى فقرة دائرة الضوء في هذه الحلقة، ومعنا من الفريق الأحمر سليمان. تفضل سليمان. سليمان، أكيد أنت عارف الطريقة، هذه الفقرة جائزتها سبيكتان ذهبيتان، ولكي تفوز بهما إن شاء الله عليك أن تقطع اللوحة الإلكترونية من اليمين إلى اليسار أو العكس، وخلال 60 ثانية. وبسم الله ابدأ. حرف الدال. حرف الدال في المعلومات العامة. من أغلى أنواع العطور العربية؟ دهن العود. دهن العود، أحسنت. حرف الواو. حرف الواو. حرف الواو في المعلومات العامة خير من العلاج؟ وقاية. وقاية، حرف أحسنت. اللام. حرف اللام. حرف اللام وفي اللغة والأدب في النحو الفعل الذي لا يأخذ مفعولا به؟ حرف الجيم. حرف الجيم. حرف الجيم في الاجتماع، كل جملة من الأحياء تعيش معا؟ جماعة. جماعة، أحسنت. حرف النون. حرف النون. حرف النون يقول السؤال في الأحياء ما تنبته الأرض من شجر وعشب؟ نبات. نبات، أحسنت. حرف الميم. حرف الميم. حرف الميم في مجال الذكاء، شيء له أسنان ولا يأكل؟ مشط. مشط، أحسنت. ومبروك لك السبيكتان. أحسنت يا سليمان. أحسنت يا سليمان، مبروك عليك السبيكتان الذهبيتان. أما السؤال الذي لم تجب عليه في اللغة والأدب في النحو الفعل الذي لا يأخذ مفعولا به يقال له فعل لازم. شكرا لك وتعود إلى مكانك الآن. أيها السادة، تعالوا نتعرف على فريق أخضر جديد. رزيق شتي والعوفي، حياك الله. مقعد محمد الحربي. الله يحييكم. وطبعا سيستمر معنا في هذه الجولات متعب وسليمان الفريق الأحمر، وننطلق الآن مع جولات جديدة. وحرف الميم. حرف الميم هو التالي: إحدى أجهزة منظمة الأمم المتحدة، مهمتها البت في الخلافات القانونية بين الدول، مركزها لاهاي في هولندا. أيوة، محكمة العدل الدولية. محكمة العدل الدولية، وأحسنت يا متعب. اختيارك متعب. حرف السين. حرف السين. حرف السين. والسؤال في الرياضيات: جزء من 7 أجزاء. أيوة، سبع. سبع، متعب. مقعد، لا تجيب إلا إذا ضغطت على الجرس وشفت اللون الأخضر. ها، اختيارك متعب. رقم 4. رقم 4. رقم 4 جائزة سبيكة ذهبية، ولكن يجب أن نرى جزء من فيلم وثائقي في الأول ثم أطرح عليكم سؤال. ولكن المكان الذي يتوافد إليه الناس من جميع أركان المدينة هو حديقة الحيوانات في الملز، التي افتتحها مؤخراً صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز، وهي أحدث حديقة حيوانات في الشرق الأوسط، وقريباً سيبلغ عدد أصناف الحيوانات في الحديقة 170 صنفا، وهي تؤدي دورا ترفيهيا وتثقيفيا. السؤال الآن، بعد أن رأينا هذا الجزء من الفيلم الوثائقي عن حديقة الحيوان في الملز، السؤال: ما هي أقدم حديقة حيوان معروفة في العالم؟ أيوة مقعد. حديقة ألمانيا. لا، الآن الأحمر، الفرصة الأحمر. ما هي أقدم؟ أيوة، حديقة في بريطانيا. لا، في الواقع هي حديقة قصر شونبرن في فيينا، وأسست عام 1752 على يد الإمبراطور فرانز الأول. والرقم 4 ما نزل في الرقم 4، والحرف هو الكاف. وفي مجال الفنون، مسرحية أو عمل أدبي خفيف بقصد التسلية و... أيوة، كوميديا. كوميديا، وأحسنت يا سليمان. اختياركم سليمان ومتعب. رقم 8. رقم 8. رقم 8 وحرف الزاي:
هيجان الرياح وتصاعد الرمال المحمولة إلى السماء. أيوة متعب. زوابع. زوابع، وأحسنت. اختيارك. حرف العين. حرف العين. حرف العين. الأحمر يكمل خطه وعلى الأخضر أن يحاول قطع الخط عليه. السورة 80 من القرآن الكريم. حرف العين. أيوة متعب. العاديات. لا، الأخضر تعرف؟ السورة 80 من القرآن الكريم ما اسمها؟ عما. لا، سورة عبسة. سورة عبسة. وما زلنا في حرف العين. والسؤال الآن هو التالي، هي التكاليف التي أمر الله بها العباد أيوة العبادات. العبادات، وأحسنت يا متعب. وهكذا تصبح النتيجة 1 للفريق الأحمر متعب وسليمان، لا شيء للفريق الأخضر مريزيق ومقعد. وننطلق مجددا ومع حرف الحاء. حرف الحاء في اللغة والأدب بمعنى كسر وهشم. أيوة مقعد. حطم. حطم، وأحسنت. اختيارك مقعد. رقم 6. رقم 6. رقم 6 هو التالي، وفي مجال المعلومات العامة، حرف الهاء هو عكس المحترف. أيوة متعب. هاوي. هاوي، وأحسنت. اختيارك متعب سليمان. رقم 7. رقم 7. رقم 7 في اللغة والأدب حرف الياء، يبدأ في الانحلال تدريجيا مثل كتل الثلج. يذوب. أيوة سليمان. يذوب. يذوب، وأحسنت. اختيار سليمان ومتعب. حرف الشين. حرف الشين. حرف الشين في اللغة والأدب جزيئات النار المتطايرة. أيوة مقعد. شرار. شرار، وأحسنت يا مقعد. مقعد. نعم. اختيارك. حرف الخاء. حرف الخاء. حرف الخاء في اللغة والأدب هو ما كان سببه مجهولا. أيوة. خفي. خفي، أحسنت يا مقعد. شفت شلون شديتوا حيلكم صح؟ يلا مقعد اختيارك. حرف التاء. حرف التاء. حرف التاء في مجال التاريخ هو لقب ملوك اليمن قديما. أيوة. تبع. تبابعة، أحسنت. تبع. اختيارك أيضا يا مقعد مريزي. حرف الصاد. حرف الصاد. حرف الصاد في اللغة والأدب شعر يكسو جنود الأغنام. أيوة سليمان. صوف. الصوف، أحسنت يا سليمان. اختيار سليمان ومتعب. حرف القاف. حرف القاف في اللغة والأدب هذا الحرف والسؤال هو أضبط الموازين وأقومها. أيوة. قنطار. لا. الآن سليمان ومتعب. أيوة. قسطاس. القسطاس، أحسنت. هو القسطاس. سليمان ومتعب. حرف الدال. حرف الدال. حرف الدال في الجغرافيا نهر لبناني طوله نحو. أيوة. انتهى وقت الأحمر. الآن استوعبوا السؤال الأخضر، يمكن تعرفونه. نهر لبناني طوله نحو 30 كيلومتر تقريبا، يتكون من عدة جداول في عين زحلتة ودير الزور، وهو أيضا اسم مدينة لبنانية تقع في قضاء الشوف. أيوة. انتهى الوقت. هو نهر الدامور. هو نهر الدامور. حرف الدال، ما نزال في حرف الدال. والسؤال في المعلومات العامة أداة صغيرة شبيهة بالمسمار تصنع عادة من سلك معدني متين. أيوة. دبوس. دبوس، وأحسنت يا مقعد. اختيارك يا مقعد. رقم 9. رقم 9. رقم 9 في مجال الكيمياء حرف الغين هو ذلك الشخص الذي يظهر خلاف ما يضمر. أيوة. غادر.
لا خطأ في الواقع، سليمان ومتعب هو ذلك الشخص الذي يظهر خلاف ما يضمر ويخادع ويزين الشيء بعيدا عن الحقيقة، وارتبطت الكلمة كثيرا بأمور البيع والشراء. أيوة غشاش. غشاش وأحسنت. اختيار سليمان ومتعب رقم واحد. رقم واحد، رقم واحد. والسؤال هو التالي: قتله في حرف الهاء، قتله أخوه قابيل وقد أيوة هابيل. هابيل وأحسن. اختيار متعب سليمان حرف العين. حرف العين، تكمل خطك وتفوز بالجولة الثانية. في مجال الأحياء، عشبة تنبت حبا دائريا صغيرا. أيوة العنب. مرزق. لا الآن فرصة الأحمر يستوعب السؤال. عشبة تنبت حبا دائريا صغير، وهو ثمرة غنية بالبروتينات ورخيصة الثمن، يكثر في مصر، ورد ذكره. نعم العدس. العدس أحسنت وتكمل خطك. وهكذا تصبح النتيجة 2 للفريق الأحمر متعب وسليمان، لا شيء للفريق الأخضر مريزيق ومقعد. ونبدأ جولة جديدة مع حرف الدال، وسؤال في مجال الأحياء: طائر مغرد صغير الحجم، يتراوح طوله ما بين 13 سنتيمتر إلى 20 سنتيمتر، ولونه ضارب إلى البني في الغالب، ومنقاره مخروطي الشكل، أعد لالتقاط الحب وبذور، ومن حسناته أنه يلتهم الحشرات المؤذية. اسم الطائر ما هو؟ انتهى الوقت للجميع. اسمه الدوري. الدال أيضا. وفي اللغة والأدب، قاموس وضعه محمد فريد وجدي في 20 جزءا، ما اسم هذا القاموس؟ انتهى الوقت. دائرة معارف القرن العشرين. حرف الدال في المعلومات العامة: اللؤلؤة، النفيسة. أيوة الدرة. لا فرصة الأخضر الآن. اللؤلؤة النفيسة التي قد يسعد الحظ أحد الغواصين بالعثور عليها. اللؤلؤة النفيسة التي قد يسعد الحظ أحد الغواصين بالعثور عليها، ما اسمها؟ انتهى الوقت. دانا، ألم تسمع يا ليل دانا؟ ها يا دال. دال في الأحياء: هو سائل صاف مالح بعض الشيء، يمنع جفاف قرنية العين، وبذلك يسهل. أيوة الدمع. الدمع وأحسنت سليمان. متعب سليمان اختياركم. رقم اثنين. رقم اثنين، رقم اثنين في اللغة والأدب: حرف الطاء، ما يطلق على صوت الذباب والنحل. أيوة طنين. طنين وأحسنت يا متعب. اختيارك. رقم واحد. رقم واحد، رقم واحد في الجغرافيا وحرف الهاء: جزء من سطح القمر يبدو نيرا على حين. أيوة هالة. هالة القمر. هالة. لا أخطأ هذا الإجابة. الآن الأحمر ليستوعب السؤال: جزء من سطح القمر يبدو نيرا على حين يبقى القسم الآخر مظلما، يظهر في أوائل الشهر العربي وآخره. أيوة سليمان. هلال. هلال وأحسنت. اختيار متعب وسليمان. حرف الميم. حرف الميم، حرف الميم لها سبيكة ذهبية جائزة خاصة، وهو في مجال الشخصيات: لقب الشاعر الجاهلي عمرو بن سعد لقب به لتحسينه للشعر وتنميقه، ما اسمه؟ لقبه، لقب مرقش الأكبر. انتهى الوقت. وحرف الميم في مجال الشخصيات: لقب اشتهر به الخليفة العباسي المعتصم بالله، ثامن الخلفاء العباسي. نعم المثمن. المثمن أحسنت. لماذا؟ لأنه ثامن خليفة، خلافته دامت 8 أعوام و8 أشهر، له 8 فتوحات
وثمانية أولاد. اختيارك الآن. رقم سبعة. رقم سبعة. الآن إذا أجبت عليه تغطي خطك وتفوز بالجولة الثالثة، يعني تفوز بالمباراة. مقعد ومريزيق انتبهوا، عليكم تقطعوا الخط وإلا فازوا وروحوا. هو ما يلزمنا، هو حرف إيه؟ حرف الواو. هو ما يلزمنا به الشرع ويثاب المرء على فعله ويعاقب على تركه. أيوة أيوة. مقعد. مكروه؟ لا. الفريق الأحمر. هو ما يلزمنا به الشرع ويثاب المرء على فعله ويعاقب على تركه. أيوة. الواجب. الواجب، وأحسنت ومبروك. وهكذا تصبح النتيجة 3-0 وسليمان ويفوزان بهذه المباراة، ولا شيء لمريزيق ومقعد وحصلا على 50 نقطة. شكرا مريزيق، شكرا مقعد، ونرجو أن نراكم في المستقبل إن شاء الله وفي ظروف أفضل وأكثر توفيقا إن شاء الله. شكرا. أما الآن فنأتي إلى فقرة دائرة الضوء في هذه الحلقة، ومعنا من أجل ذلك الزميل متعب. تفضل يا متعب. متعب، أنت عارف أن هذه الفقرة جائزتها سبيكتان ذهبيتان، وعليك أن تقطع اللوحة الإلكترونية من اليمين إلى اليسار أو العكس، وذلك خلال 60 ثانية فقط. وبسم الله ابدأ. حرف التاء. حرف التاء. السؤال يقول في حرف التاء: عبادة واجبة وهي أعلى أنواع الذكر. تلاوة. تلاوة القرآن الكريم. حرف الألف. حرف الألف. حرف الألف في المعلومات العامة: اسم أول حرف من حروف الأبجدية اليونانية. ألفا. ألفا، أحسنت. حرف الواو. حرف الواو. حرف الواو. السؤال يقول: مرادف الأب. والد. والد، أحسنت. حرف الميم. حرف الميم. حرف الميم في الجغرافيا: ما اسم عاصمة نيكاراغوا؟ مناغوا. مناغوا، أحسنت. حرف الهاء. حرف الهاء. حرف الهاء في اللغة والأدب كلمة تعني الغضب السريع. حرف الجيم. حرف الجيم. حرف الجيم يقول في اللغة والأدب عكس الهزل. جد. جد. مبروك وتفوز. مبروك عليك يا متى بسبيكتين الذهبيتين. وفي الواقع في سؤال واحد ما أجبت عليه في اللغة والأدب كلمة تعني الغضب السريع هي الهياج. شكرا لك يا متعب، وأودعك أنت وزميلك سليمان، ولكن سنراكما قريبا إن شاء الله في التصفيات القادمة. أما الآن أيها السادة، فسوف نرى فريقين كنا قد رأيناهما سابقا، لأننا سوف ندخل مرحلة التصفيات الثانية، وتعالوا نتعرف على هذين الفريقين. معنا في الفريق الأحمر عبد الرحمن محمد الرويس ومحمد أحمد الشمراني. ومعنا في الفريق الأخضر بدر أحمد العنا وسامي صالح الوابلي. الحقيقة الفريقان وصلا إلى هذه المرحلة بجدارة بعد أن فازا عدة مرات، ونحن الآن ندخل مرحلة التصفية الثانية. ستكون هذه التصفية الأولية لسبع جولات، من يفوز بأربع منها سوف يتأهل تلقائيا لكي يكون عضو في الفريق الأخير أو في التصفية الأخيرة، وتكون الجائزة فيها للفريق الأول 10,000 ريال والثاني 5,000 ريال. إذن من يفوز منكم الآن بأربع جولات متتالية من سبع جولات سنجريها هو الذي سيكون عضو أو الفريق الثاني في التصفية النهائية. وسوف نبدأ الآن بحرف السين. حرف السين في المعلومات العامة درج يستخدم للصعود والهبوط. أيوة عبد الرحمن. سلم. سلم، وأحسنت. اختيارك. نختار رقم سبعة. رقم سبعة. رقم سبعة في اللغة والأدب
صفة وحرف الياء، صفة للثمر الذي طاب وحان. أيوة محمد. ينع. ينع ينع، أحسنت. محمد عبد الرحمن. رقم أربعة. رقم أربعة. رقم أربعة حرف الكاف، نوع من الفحم ينتج من أيوة. فحم الكوك. فحم الكوك، أحسنت يا عبد الرحمن. عبد الرحمن ومحمد اختياركم. حرف الألف. حرف الألف، تراهم جايين حارين مرة يعني. حرف الألف في اللغة والأدب، الاسم الذي كان يطلقه قدماء العرب على شعوب أوروبا. أيوة بدر. المستشرقين. لا، دور الأحمر الآن. الاسم الذي كان يطلقه قدماء العرب على شعوب أوروبا. الروم. لا، في الواقع الإفرنج. الإفرنج. ألف أيضا. الألف في اللغة والأدب، كلمة تعني القدرة على الرؤية. أيوة. إبصار. إبصار، وأحسنت يا محمد. اختيارك يا محمد. محمد وعبد الرحمن. رقم خمسة. رقم خمسة، تفوزون بالجولة الأولى وتقطعون ربع الطريق إذا حدث. هذا السؤال حرف الغين، يتكون في داخل الأرض من بقايا الكائنات الحية. أيوة. غاز. غاز، وأحسنت يا بدر، قطعت عليهم. شايفين بدر يسكت يسكت، وفي اللحظة المناسبة يقطع عليكم الخط. بدر اختيارك وسامي. رقم ثلاثة. رقم ثلاثة. رقم ثلاثة في المعلومات العامة وحرف الطاء، حلية تزين العنق وتحيط به. أيوة. طوق. طوق، وأحسنت يا بدر. اختيارك بدر وسامي. شين. حرف الشين. حرف الشين في المعلومات العامة، حبائل الصيد ماذا نطلق عليها؟ أيوة عبد الرحمن. شباك. شباك أو شراك، أحسنت. اختيارك عبد الرحمن. حرف ومحمد. حرف النون. حرف النون. حرف النون سؤال في اللغة والأدب، ويقول هذا السؤال: كل ما عبد من دون الله. أيوة. كل ما انتهى الوقت. الأخضر. نصب. نصب، أحسنت. الأنصاب والأزلام. اختيارك بدر وسامي. حرف الراء. حرف الراء. حرف الراء في مجال اللغة والأدب، هو الحارس والحافظ والملاحظ. أيوة. محمد. رؤية. لا، انتهى وقتكم. بدر وسامي، هو الحارس والحافظ والملاحظ. أيوة. رقيب. رقيب، وأحسنت يا سامي. بدر وسامي اختياركم. حرف العين. حرف العين. حرف العين والسؤال في الأحياء، جنس لبونات بحرية من رتبة الحوت. أيوة. أيوة عبد الرحمن. انتهى وقت الأحمر. بدر وسامي الأخضر. جنس لجنس للبونات بحرية من رتبة الحوت. أحيانا يا ماني شارح أكثر من كذا. أيوة. انتهى الوقت. عنبر. عنبر اللي يأخذ من بعض أنواع الحيتان. العين أيضا. العين في علم الأحياء فطر لحمي، له رأس على شكل قبعة، له قيمة غذائية عالية، ويؤكل طازجا أو مجففا أو محفوظا. عارف العين. أيوة عبد الرحمن. عش الغراب. عش الغراب، وأحسنت عبد الرحمن. اختيارك. حرف الجيم. حرف الجيم. حرف الجيم في اللغة والأدب، عدم الصبر على المصائب وشدة الحزن والكدر. أيوة بدر. جزوع. الجزع. جزوع، أحسنت. أيوة كده، ودنا المباريات حامية وفيها سجال حقيقي. بدر وسامي. حرف الفاء. حرف الفاء. حرف الفاء، وهو أحد أسماء القرآن. أيوة بدر. الفرقان. الفرقان، وأحسنت. اختياركم. رقم تسعة. رقم تسعة. رقم رقم تسعة له جائزة خاصة، سبيكة ذهبية، ونرى في الأول فقرة من فيلم تسجيلي ثم نسأل. أرامكو هي أكبر شركة منتجة للزيت في العالم، وتحتضن ربع احتياطيه من الزيت. تركز أرامكو على نقل تقنية الغاز والزيت المتقدمة إلى المملكة،
وتوفر هذه الطاقات الوطنية المدربة والمؤهلة تسهل وتمكن الشركة من تحقيق هذا الهدف الذي يرمي إلى جعل المملكة في مصاف العالم المتقدم صناعياً وتقنياً. الفيلم كان عن شركة أرامكو، والسؤال ببساطة هو متى امتلكت المملكة شركة أرامكو امتلاكاً كاملاً؟ في أي عام هجري؟ أيوة بدر، عام 68 ميلادي. أقول في عام الهجري كم؟ وهو ليس كذلك في العام الميلادي. انتهى دورك يا بدر. عبد الرحمن محمد، 1398. في عام 1400 وسبيكتنا ظلت معنا وما نزال في الرقم 9. الرقم 9 في مجال الرياضة، ما هو الاسم القديم للبطل العالمي المسلم محمد علي كلاي؟ نعم، الحرف الكاف. ما هو الاسم القديم للبطل العالمي المسلم محمد علي كلاي؟ كلارسون. كلاسو؟ لا، الأخضر كارلوس. ولا كارلوس، اسمه كاسيوس. كاسيوس. وما نزال في رقم 9. رقم 9 هذه المرة في المعلومات العامة وحرف الهاء، دولة يسميها أهلها بهارات. أيوة يا عبد الرحمن، الهند. الهند، أحسنت. اختيارك عبد الرحمن. رقم 6. رقم 6. رقم 6 في اللغة والأدب وحرف الثاء، أقام في المكان. أيوة، ثبت. لا، الأخضر أقام في المكان. أيوة، ثوى. ثوى، وأحسنت يا سامي. اختيارك سامي. حرف الباء. حرف الباء. حرف الباء هذه المرة في اللغة والأدب اسم الإصبع الذي يقع. أيوة، بهام. لا، راح دور الأخضر الآن الأحمر. اسم الإصبع الذي يقع بين الوسطى والخنصر. البنصر. البنصر، وأحسن. اختيار عبد الرحمن محمد. حرف الصاد. حرف الصاد. حرف الصاد، يقول السؤال من أخوات كان. أيوة، سارة. سارة، وأحسن. اختيار. حرف القاف. حرف القاف. حرف القاف في المعلومات العامة اسم يطلق على القماش المخمل. أيوة، القماش المخمل. انتهى الأحمر. دور سامي وبدر. اسمه يطلق على القماش المخمل. انتهى الوقت. تعرف يا بدر؟ قرملي. لا، قطيفة. قطيفة. وما نزال في حرف القاف. حرف القاف، المئة الخامسة عشرة للميلاد. القرن الخامس عشر. القرن الخامس عشر، وأحسنت. اختيارك عبد الرحمن محمد. رقم 8. رقم 8 تكمل خطك وتفوز بالجولة. رقم 8 حرف الزاي في اللغة والأدب شدة البرد والريح مما أيوة، زمهرير. زمهرير، وأحسن. وهكذا تصبح النتيجة واحد للفريق الأحمر عبد الرحمن ومحمد، ولا شيء للفريق الأخضر بدر وسامي. وننطلق مجددا مع حرف الألف. حرف الألف، أول سؤال في الطب، حالة مرضية تتميز بتعطيل الحس أيوة، إغماء. إغماء، وأحسن. اختياركم عبد الرحمن ومحمد. رقم 3. رقم 3. رقم 3 في الجغرافيا، حرف الطاء، تراب أو رمل. أيوة، طين. طين، وأحسن. اختياركم أيضا. حرف الصاد. حرف الصاد. حرف الصاد، معلومات عامة، ريح. أيوة، صرصر. لا، الأحمر الآن استوعب السؤال. ريح مهبها من مشرق الشمس إذا استوى الليل والنهار. أيوة، صريف. لا، هي صبا. هي صبا. وما نزال في حرف الصاد. حرف الصاد التالي في المعلومات العامة، جهاز قوامه قرص مثقب. أيوة، صحن. لا، الآن فرصة الأخضر. جهاز قوامه قرص مثقوب
يعترض تدفق الهواء على نحو ينشأ عنه صوت ثابت يكاد يصم الأذان، يستخدم للإنذار عند وقت أيوة صافرة. صافرة إيش؟ صافرة إنذار. صافرة إنذار، وأحسنت. بدر سامي. حرف الحاء. حرف الحاء. حرف الحاء، وهذا السؤال، إحاطة مدينة أو في أو أيوة حوش. لا، إحاطة المدينة أو الحصن ماذا نسميها؟ أيوة حائط. لا، في الواقع هي حصار. حصار وحاء، حرف الحاء في المعلومات العامة. أحد أشهر أسواق دمشق القديمة. أيوة حمات. لا، أيوة الأحمر دمشق. أحد أشهر أسواق دمشق القديمة. لا انتهى الآن. أيوة انتهى. هو الحميدية، سوق الحميدية، حرف الحاء. وأسؤال الآن في المعلومات العامة، سجل سنوي لأهم الأحداث التاريخية. أيوة أيوة انتهى الأحمر الأخضر. سجل سنوي لأهم الأحداث التاريخية. أيوة حصر. لا، هو في الواقع حوليات. حوليات، ما نزال في الحاء. والسؤال هو التالي، أديب وصحفي عربي سعودي. أيوة حافظ. لا، أقول الآن الأخضر يستوعب السؤال. أديب وصحفي عربي سعودي ولد في المدينة المنورة وتعلم بها ونال شهادة المدرسة الراقية، ساير الأدب والصحافة منذ نشأتها، عمل مدرسا ورئيسا لكتاب رئاسة مشايخ الجاي بمكة المكرمة، ثم موظفا في وزارة المالية، ثم تقاعد. ومن مؤلفاته سيرة بطل، وتوفي منذ فترة رحمه الله. اسمه حمد لا، في الواقع هو الأستاذ المرحوم حسين زيدان. حرف الحاء، وما نزال في حرف الحاء وفي الرياضيات، مقياس محتويات الحيز بدر. حائح. انتهى الأخضر. الفريق الأحمر انتبهوا لسؤال، مقياس محتويات الحيز ووحداته هي إما مكعب الوحدات الطولية كالبوصة أو السنتيمتر المكعبة، ماذا نسمي هذه الحالة؟ انتهى الوقت. حجم. حجم في حرف الحاء أيضا، وفي مجال الأحياء، جنس من الأشجار يشمل البرتقال والليمون. أيوة حمضيات. حمضيات، أحسنت عبد الرحمن. عبد الرحمن ومحمد اختياركم. حرف الخاء. حرف الخاء. حرف الخاء في اللغة والأدب لاح في فكره أو على باله. أيوة خطرة. خطرة، وأحسنت. رقم واحد. عبد الرحمن ومحمد. رقم واحد. رقم واحد. رقم واحد هو التالي، وهو في اللغة والأدب وحرف الغين، وصف لمن يبالغ في توضيح موقف أو في التعبير عن مشاعره. أيوة فعل ماضي يبدأ بحرف الغين. غالب. انتهى الوقت. بدر هذا السؤال، وصف لمن يبالغ في توضيح موقف أو في التعبير عن مشاعره. غالب. غالة. غالة. وما نزال في الرقم واحد في المعلومات العامة وحرف الكاف، مادة منبهة توجد في القهوة والشاهي بكثرة. أيوة كافيين. كافيين، أحسنت. عبد الرحمن ومحمد. رقم ستة. رقم ستة، تكمل خطك وتفوز بالجولة، يصبح عندك جولتين. أيوة السادة وطبعا الزملاء المتسابقين، سأؤجل طرح هذا السؤال للحلقة القادمة لأن وقت هذه الحلقة انتهى. شكرا لكم جميعا، وشكرا لكم أيها السادة، ونلتقي. أرجو لكم أطيب الأوقات وأسعدها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.